يا ربنا أكرمتنا بأهل البيت الكرام، حتى أوصى عبد الله بن عباس السيدة زينب بالذهاب إلى مصر حتى تكون ملاذا لها ولأهل البيت الكرام. يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي إلى مصر، فإن فيها قوما يحبونكم لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم ببركة آل البيت الكرام بارك في مصر وأهلها، اللهم آمين. ما زلنا مع حضراتكم في رحلتنا لتتبع آثار وقصص وحكايات العلماء وأولياء الله الصالحين على أرض مصر. اليوم هنتوقف مع شيخ العرب الزاهد أو السطوحي، أو كما يطلق عليه محبوه بالبدوي، لأنه كان دائما ما يغطي وجهه باللثام كأهل البادية. كذلك يحبه ويعشقه المصريون عموما وأهل طنطا على وجه الخصوص، ويرتبط به الكثير من الروايات كأنه فك الأسرة أو جاب الأسرة. نتحدث اليوم مع الولي العارف بالله سيدي أحمد البدوي في مصر أرض الصالحين. أنا صاحب الناقوس سلطان الهوى، أنا فارس الأنجاد حامي مكتي، أنا أحمد البدوي غوث لا خفا، أنا كل شبان البلاد رعيتي. هو المجاهد في سبيل الله شخصية تمثل الفارس النبيل، فقد ثبت أنه في حياته جاهد الجهادين، فجاهد النفس والهوى وجاهد العدو في ميدان المعارك، أتقن فنون الفروسية وحرص على تغطية وجهه بلثام صيفا وشتاء مثل أهل البادية حتى لا يعرفه أحد، ولهذا لقبه أصحابه بالبدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أهلا بحضراتكم، والنهاردة فضيلة الدكتور علي جمعة هيصطحبنا في زيارة خاصة جدا إلى طنطا، وأكيد حضراتكم طبعا متابعين معانا أن احنا كده النهاردة هيكون حلقتنا عن العارف بالله السيد أحمد البدوي. فالدكتور السلام عليكم، أهلا بفضلتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. النهاردة زيارة خاصة ومحطة خاصة جدا سيدنا أحمد البدوي العارف بالله طبعا القامة الكبيرة، فأرجو حضرتك تعرفنا الأول على نسبه وأصله، من أين أتى وكيف كانت نشأته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أصل عائلة سيدي أحمد البدوي هم حسينيين، يعني من نسل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان في النسل الشريف واحد اسمه جعفر، جعفر خلف حسن وخلف علي. المشهور أنه من أبناء حسن، والمحققون يقولون حسن ما خلفش، حسن بن جعفر ده هو اللي في السلسلة ما خلفش، ده اللي خلف علي، فهو ابن علي من نسل علي مش من نسل حسن، لكن تقريبا الجميع متفقين أنه من أبناء الحسين. يبقى يا إما من طرف حسن، إذا كان حسن مخلفش يبقى من طرف أخوه علي، لكن هو من أولاد جعفر ده اللي هو موجود فيه السند
والسلسلة المباركة لآل البيت الكرام. اشتدت أزمة الأمويين مع العلويين، فهاجر أهله وأجداده سنة 73 إلى فاس. فكانوا بيسكنوا المدينة في الأول، كانوا في المنطقة دي، كانوا في العراق، كانوا في المدينة. العلويين كانوا منتشرين في كل حاجة، فخدوا بعضهم يجروا من الدولة الأموية واضطهدها للعلويين، وخاصة بعد حادثة كربلاء وما حدث فيها، فسافروا إلى جهة المغرب. في جهة المغرب كان فيه إدريس الكبير وابنه إدريس الصغير، بعد يعني دولة الأدارسة، فاستقبلوا هؤلاء الناس من آل البيت استقبالا حسنا، وعاشت عيلة أحمد رضي الله تعالى عنه في فاس إلى أن ولد السيد أحمد البدوي. فهو سيد لأنه من أبناء السلسلة الشريفة ومن أبناء سيدنا الحسين. إمتى ولد السيد أحمد في فاس؟ ولد في حدود 596، يبقى في أواخر القرن السادس. إحنا عرفنا أن صلاح الدين ميت 589، يعني ميت قبليه بست سنين أهو. فبعد وفاة صلاح الدين بست سنين سيدنا أحمد البدوي شرف الدنيا. واحد زي العلامة ابن الجوزي ميت 595، ده 595 يعني بعد كده بسنة جه الإمام أحمد البدوي. احنا بنقول كده ليه؟ علشان نعلم الناس انها تشوف المحيط كان شكله ايه، يعني شكله ايه الدنيا وهي موجودة. 596 ده بيذكرنا تقريبا كده هو بمولد سيدي ابو الحسن الشاذلي. يبقى اذا مولودين مع بعض في الحته دي. طيب فين الرحله بقى بتاعته؟ هو رحلته الاول انهم جم مصر بغرض الحج، وهم جايين من المغرب لمكه مروا مصر. جم مصر قعدوا فيها 5 سنين. ده هم كانوا رايحين الحج اساسا. هم كانوا رايحين الحج وقصدين الحج، لكن المسافات طويله، وكان ده يحدث كثيرا انه يركن في كل بلد مده، فبيجي مصر ممكن يكون جاه عن طريق البحر فيبقى بسرعه شويه، لكن بيمكث هنا من اجل الراحه او من اجل طلب الرزق او من اجل مصالح معينه، تجارات معينه، تهيئه لرحله الحج الى اخره. مكثوا هنا حوالي 5 سنوات، وبعدين راحوا انتقلوا بقى ودخلوا مكه حاجين لبيت الله الحرام. قعد في مكه وتعلم فيها وخدع لعلمائها وكذا إلى آخره. أخوه كان اسمه حسن، ما هم يسموا بعض الأسماء دي كلها، حسن وعلي وأحمد وكذا إلى آخره، تلاقي كتير وزيد. فحسن خده لأحد المشايخ في فاس وعطلوا الطريقة، اسمه نيسابوري. نيسابوري في فاس. فخد الطريقة واحتفظ بها وفضلت معاه لغاية الآخر. يبقى احنا دلوقتي موجودين في مكة وهو معاه الطريقة في أمانة الله وكده بيتعلم، واتعلم العلوم بتاعته. وبعد كده راح هو واخوه حسن إلى العراق وقعدوا هناك في العراق شوية، وبعدين في العراق أخوه قال له أنا ولادي ومراتي وحشوني، أنا هرجع. الرحلة كانت طويلة أوي. الرحلة كانت طويلة أوي. الرحلة طويلة. أنا هرجع لمكة.
قال له اتفضل ارجع لمكة. رجع الى مكة وظل السيدي احمد البدوي في العراق، وابتدى يجول فيها في جنوبها وشمالها، يلتقي مع العلماء، يزور الاولياء. لان احنا دلوقتي بنتكلم في سنة 600 وشوية دي كانت سيدي بقى عبد القادر الجيلاني ميت، وسيدي احمد الرفاعي، كل دول من القرن الماضي 500 و500 يعني، لكن هنا 561 و500 مش عارف 76 كده، لكن احنا بنتكلم الان في 600 وشوية. فهو بيزور الناس دي في القبور، عبد القادر بتاع، راح للشمال في حتة اسمها لاش لعدي بن مسافر. وعدي بن مسافر ده كان من أولياء الله الصالحين، وإن كان بعد كده أتباعه عملوا طائفة اسمها اليزيدية. اليزيدية ولا الأزيدية؟ اليزيدية واليزيدية وكده. دول الناس دول يعني بيقدسوا عدي بن مسافر بالرغم أنهم ليسوا على الإسلام، وهم بيقولوا احنا مش على الإسلام، لكنهم يقدسون عدي بن مسافر. عدي بن مسافر ده راجل طيب عندنا احنا برضو، يعني المسلمون بيعظموه، مشك منه هم اتبعوه، فالمسلمين يعني رجل صالح، يعني رجل صالح ورجل عالم، والجميع متفق على جلالته وعلى عدي بن مسافر. نعم، عدي بن مسافر زاروا وكذا الى اخره، ورجع من الرحله دي ودخل مصر سنة 637. طيب لا ده احنا لازم بقى نعرف مصر. معلش بس يبقى كان عنده كم سنة؟ تضيف عليهم الأربع سنين يبقى 41 سنة. حوالي 41 يبقى سنة. لما دخل مصر كان بقى ناضج بقى وكذا، 41 سنة. طيب اسمح لي بقى فضلتك بعد الفاصل نعرف هل سيدي احمد البدوي جه مصر برضو على سبيل ان هي محطة في الرحلة لبلاد المغرب مرة تانية، لبلاده لفاس، ولا قرر بقى ان هو يقيم، او ايه دافع الاقامة في مصر اللي خلاه يشرفنا طبعا وينورنا حتى الان ونتبارك به؟ استاذن حضرتك واستاذن حضراتكم نخرج لفاصل قصير، خليكم معنا. سنى أحمد البدوي في الكون مشرق، وطيب ثناه في البرية يعبق. كلمات كتبت في مديح العارف بالله أحمد البدوي. ففي محافظة الغربية ومدينة طنطا يقع واحد من أهم المساجد الأثرية، تجد به آلاف المريدين والمحبين يتبركون بصاحب المقام. فهنا يقبع مسجد ومقام السيد البدوي، فهو يعد تحفة معمارية وقيمة أثرية تسوده حالة من الروحانيات الممزوجة بعراقة المعمار، والمتميز بهندسته وبزخارفه ومشغولاته الخشبية ولوحاته الخطية المنتشرة على منبره ومحرابه ونوافذه، وحتى على أبوابه وجدرانه وقبابه. وعلى الجانب الأيمن من المسجد بعد مرور بوابته تجد محل الحلويات والحمص والحلاوة وحب العزيز التي طالما اشتهرت بهم طنطا، والتي تعد الغذاء الوحيد بالموالد، ويتهافت عليها مريدو المسجد من جميع أنحاء مصر والعالم العربي من الصغار والكبار. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بفضيلة الدكتور علي جمعة. أهلا بحضرتك. ما زلنا في إطار سيرة العارف بالله سيدي أحمد البدوي. البعض بيقول إن سيدي أحمد البدوي كان شيعي، كان إمام شيعي وليس من أهل السنة، استنادا ربما إلى جزء من رحلته في العراق زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. فأرجو حضرتك يعني نوضح هذا اللبس اللي عند البعض. لا، هو مالكي المذهب، دراسته مغربية، عمر المغرب ما دخل فيها شيعة، عمر المذهب المالكي إلا ما كانوا أشاعرة،
ما فيش ولا واحد مالكي في العالم عبر التاريخ إلا قارئ أشعرية. طب هل رحلته للعراق ما تشيعش فيها؟ ولم يتشيع ولم يلتقي بأحد من الشيعة. ولما مثلا يسافر عشان يزور عدي بن مسافر في قبره ده، عارف مين بقى اللي بيمدح في عدي بن مسافر؟ ابن تيمية. فيعني لا، ده رجل سني سني، رجل من هذه المدرسة السنية الواضحة. لكن هو لما جاء مصر جاء من أجل أمرين، أولهما العلم في الأزهر في مصر، لأنه إسكندرية كانت حاضرة للعلم، فيها الحافظ السلفي قلنا، وفيها كذا، وفيها ابن عطاء الله السكندري، وهكذا بعد ذلك. القاهرة فيها الأزهر وعمرو بن العاص، وهو يريد أن يبلغ العلم في هذه البلاد لما امتلأت به من الخير والبركة وكذا إلى آخره. فلما كان في هذا الموطن، هذا الموطن أصبح موئل علم، مدرسة علمية، وتحول فيما بعد إلى ما يسمى فيما بعد من القرون إلى ما يسمى بالمسجد الأحمدي. والمسجد الأحمدي له شيخ كشيخ الأزهر، يعني بقى في أزهر وبقى في الشيخ المدرسة الأحمدية. وشيخ المدرسة الأحمدية بعد ما بني المسجد وبني المدرسة دي اللي هو المعهد الأزهري الطنطي، فهو أنشأ مدينة، هو اللي أسس واحد من إسهاماته مدرسة للعلم في طنطا كاملة، يعني نمرة اتنين الجهاد. كان في تتار جايين يهددوا، كان في صليبيين، مظبوط، فهو جاي يجاهد. ولذلك هو تعود هناك في المغرب على ان هو يحط رثام على وجهه، وكان يحطه صيفا وشتاء لان الطوارق في المنطقة دي يحطوا الحكاية دي ليه، علشان التراب والرملة وكذا إلى آخره. فتعود على وضع اللثام حتى سمي بذي اللثامين لأنه كان طبقتين. الراية بتاعته كانت حمراء دلالة على الجهاد. يقال ان البدوي نتيجه للثام تقريبا، يعني اللثام دخل زي البدو، زي البقاء، ما حدش بيتلثم كده الا البدو علشان عوايدهم في الصحراء وفي الرحله وكذا الى اخره، فسموه البدوي. فيبقى اصبح السيد احمد البدوي. الناس لما رات فيه الخير ورات فيه العلم ورات فيه الجهاد ورات فيه الولايه والكرامات كان مستجاب الدعاء. الرجل ده لما نزل طنطا وشافوا كده في عينيه ان هو من اولياء الله الصالحين وعرفوا حقيقته، فنزل 12 سنه في بيت واحد اسمه من كبار التجار ركين الدين. ركين مات بعد ال 12 سنه، فراح سكن عند ابن شحيط، وبرضه هو ايه شهبندر التجار بعد ركين الدين، وقعد فيه 26 سنه. يبقى مجموع ما جلس في مصر كان بقى 38 سنة، زائد 37 اللي دخلها يبقى 37 و 38 يبقى 75، يبقى هو انتقل إلى رحمة الله تعالى سنة 675. حكاية جبل أسرى بقى، امرأة جاءت له وقالت ابني أسروه الصليبيين في المنصورة، فدعا الله سبحانه وتعالى فوجدوا الواد داخل عليهم بالسلاسل. فالدعوة دي كونها تستجاب بهذه السرعة احنا بنسميها فيما بيننا كده كرامة. يعني واحد بيدعي يوم تاني يوم تستجاب، تاني سنة تستجاب، لكن كده هو يدعو فيستجاب على طول كده، دي بتاع ربنا. طيب مولانا معلش انا في الجزئية دي دايما بحب اسأل حضرتك، هل ده من باب التوثيق ولا من باب الروايات التي تحكى من أتباع أو محبي في هذا الوقت، واللي طبعا ساعات بها شبهة التهويل؟ قصة المرأة التي أتت فدعا لابنها فجاء دي قصة حقيقية. حقيقية؟ نعم. تعال بقى المبالغة. يقول لك إنه هو دعا
مثلا او مد ايده كده، المبالغات بقى، مد ايده كده فراح جايب كل الاسرى اللي عندهم عند الصليبيين، اللي عند الصليبيين. طيب معلش سؤال اخير، لماذا دعا على نفسه بالدخول النار؟ هو الرواية دي رواية غير موثقة، لكن هي فيها نفسها انه قالوا له انت بتدعي على نفسك انك تدخل النار، قال دعوتها فلم يقبلها الله مني، وذلك انني لو دخلتها لاكرم الله اهل النار فصارت جنة. واخد بالك يعني هو بيقول يا رب دخلني النار علشان مش هتعذبني طبعا، فرحمة بالخلق. ودي حتى احنا مفتقدينها دلوقتي، الناس عايزة الناس تدخل النار، لكن هو بيقول انه يرحم الخلق اجمعين لدرجة انه مستعد يضحي بنفسه من اجل ان تنتهي أو ينتهي العذاب. فدي وجهة نظر المحبين، أن الله يوم القيامة لو ألغى النار هننبسط وهنفرح، ولو أدخل كل الناس الجنة هننبسط وهنفرح، مش هنقول لا يا ربي طب ليه بقى. أما وعد الله سبحانه وتعالى وأما إخباره فهو لا يتغير. قال الأشاعرة يتخلف وعيده ولا يتخلف وعده. أدام قال لنا يدخلنا الجنة يدخلنا الجنة، وهو بيهددنا بالنار ممكن أنه يعفو عن الجميع حتى يحولهم تراب وما فيش عذاب ولا حاجة. وده كان مذهب عمر بن الخطاب، وعلى فكرة مذهب ابن تيمية ومذهب ابن القيم أن الله يفني النار بعد ما يتم العذاب الذي وعد به أو نبه عليه فإنه يفنيه. مسألة الخلود يعني الخلود في النار وبالتالي خلود النار أحقاب ولا هو خلود مؤقت. لكن الأشاعرة بيقولوا لا، الوعيد ممكن يتخلف على فكرة ولكن ده بأمر الله، أما ما أخبر الله عنه فذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقوا. أنا شاكر جدا لفضيلة الدكتور على هذه الرحلة في سيرة العارف بالله سيدي أحمد البنوي، أنا متشكر جدا لحضرتك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا وشكر موصول لحضرتكم، إلى اللقاء. من السنن أن نحيي ليلة العيد بالعبادة، سواء أكان عيد الفطر أو عيد الأضحى، ويكون ذلك بذكر الله وبالصلاة وبتلاوة القرآن. والذكر يكون بالتكبير والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فاللهم يا ربنا اجعلنا من أولئك الذين لم تمت قلوبهم حين تموت القلوب. وأقر العلماء أن من المندوبات إحياء العشر الأخيرة من رمضان وإحياء ليلة العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان. ويحصل الإحياء بأن يحيي الإنسان ولو ساعة من الليل، فإنه يصدق عليه أنه أحيا الليل.